وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد علي الريس القائم بأعمال مدير إدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. بداية أهلا بك في نشرة الثالثة، وإذ تحدثنا عن فكرة إقامة هذا المؤتمر والمحاور التي تطرق إليها أصحاب الفضيلة العلماء خلال جلسات اليوم الأول من المؤتمر. نعم، واقعا تأتي فكرة تنظيم هذا المؤتمر انطلاقا من أهمية موضوع الأمن الفكري ودوره في تحقيق الاستقرار المجتمعي. هذا الموضوع الذي يهتم بإبراز دور الخطاب الديني في تعزيز الأمن الفكري عن طريق نشر ثقافة الحوار وأدب الاختلاف والإسهام في صياغة برامج كفيلة بحماية المجتمع من مظاهر الغلو والتطرف والمحافظة على النسيج المجتمعي. يأتي هذا الموضوع في وقت تكثر فيه التحديات والانحرافات الفكرية، ولعل ما سيقدمه أصحاب الفضيلة العلماء والمتخصصون خلال الجلسات الممتدة إلى يوم الغد ما يضيف لبنة في إبراز تحقيق الأمن الفكري للمجتمع. بالنسبة للمحاور التي نوقشت من قبل أصحاب الفضيلة العلماء خلال جلسات أعمال المؤتمر لهذا اليوم، يعني كانت في محورين رئيسيين. المحور الأول مفهوم الأمن الفكري في الإسلام، وتضمن موضوع تأصيل معنى الأمن الفكري وإبراز وسطية الإسلام واعتداله، وتضمن الموضوع أو المحور الثاني عنوان التطرف وآفاته، اشتمل على موضوع الكراهية أو خطاب الكراهية وأثره السلبي على الأمن الفكري، ومظاهر الغلو في التدين ودور التنشئة الأسرية في الوقاية والعلاج. نعم نعم السيد علي الريس القائم بأعمال مدير إدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، شكرا جزيلا لك.